على اليوتيوب؟ على اليوتيوب لو على الفيسبوك. فضل أحمد هسه بدي بلش. سلام سلام. أنا بدي بدي حسن بس دوسه. هذا؟ بس أنا فادي تبدي المحاضرة. ممتاز. تطلع عندك ها عبد الله تمام يا الله اخواني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله اخواني جميعا واسعد الله صباحكم وصباح خير ديكسن معكم اخوكم محدثكم مهندس حسام رتبه دبل دايموند مدرب في شركه ديكسن طبعا اشرف بكم جميعا الوقت لا يسع للتعارف عليكم لكن الحمد لله اعرفكم اغلبكم فسعيد بكم جميعا اليوم ان شاء الله نتكلم عن موضوع جدا مهم حقيقه الا وهو موضوع الاسلوب الامثل لعرض مشروع ديكسن الشمولي اسلوب امثل عرض مشروع ديكسن اتش بي فراح نشوف هذه المفردات راح تكون لها حقائق موجوده ضمن تدريباتنا ان شاء الله قبل لا نفوت بموضوع الاسلوب الامثل احنا اليوم ما راح نتكلم عن الاستقطاب حتى نميز بين عرض الفكره اليوم وبين الاستقطاب استقطاب منظومه متكامله وتوجد محاضره ان شاء الله راح اثبتها من ضمن قناه اليوتيوب بالوصف بالديسكربشن محاضره المهندس محمود جدا رائعه ممكن تعتمد يعني باسلوب الخطوط العريضه للاستقطاب ان شاء الله لكن اليوم راح نتكلم كيف اعرض مشروع ديكسن انا شلون اوصل فكره ديكسن ديكسن مشروع قوي وحقيقي و و و طيب ايش الاسلوب الامثل لايصال هذه الفكره بصوره امثل الكل يعرف انه مشروع ديكسن وضع للنجاح شركه قويه ونظام قوي ومنتج قوي والان بدات الارقام تتكلم لغه الارقام لا تكذب حقائق صحيه حقائق ماديه حقائق اجتماعيه ثراء صحي ثراء مالي ثراء روحاني فبالتالي الشركة حقيقية طيب كيف أوصل هذه الحقائق للناس كيف أوصل هذه الحقائق للناس اليوم راح نتكلم عنها قبل لا أخوض بهذا الموضوع أحب أن أركز على موضوع جدا مهم هو قد يعتبر مدخل جيد لموضوعنا أستاذ عبد الضوء سلمنا بلا زحمة أكو شيء عند مدربي التنمية البشرية يسموه الخرائط الذهنية من سامع بالخرائط الذهنية من سامع بالخرائط الذهنية؟ من سامع بالخرائط الذهنية؟ ممتاز. من سامع بالخوارزميات؟ من مكمل هندسة حاسبات؟ خوارزميات جيد. جماعة الحاسبة. الآن عندنا أضرب مثل بسيط وراح نجد الفرق بين هذه النتيجتين. أنا لما أمشي بخارطة طريق مرسومة وطريق مرسوم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة حتى تصل للنتيجة. افضل او اقول للشخص هذا طريقك عقبه الشياب هذا دواك من الله شفاك ايهم احنا طالعين انا وابو عبد الله بالطريق جايين من منطقه كذا الى المركز ايهم افضل اللي يمشي ويسوق ولازم المقود يعرف الطريق والخطوات متسلسله لو هو يمشي على هدايه الله عقبته على البركه ممكن يومين ثلاثه ما يوصل لكن اذا عنده الطريق ممكن نص ساعه يوصل فالآن نريد أن نضع خارطة الطريق للنجاح منو بيكم ما يريد ينجح ما تريد تنجحون عافية هاي أول موصيه دين الكل يريد ينجح فبالتالي أنا أريد أرسم طريق للنجاح إذا بدأت بهذه الخطوة ثم هذه الخطوة ثم هذه الخطوة تختصر لك الزمان والجهد وتحقق نتائج بإذن الله تعالى تمام متفقين على هذا الشيء طيب خلينا نسوي خارطة ذهنية بسيطة عبارة عن ثلاث مراحل أحتاجها حتى أصل للنجاح طبعا هذه الخارطة الذهنية تفيدك في كل حياتك وليس فقط في ديكسن لكن احنا ممكن نستثمرها في مشروعنا ديكسن لأن ذكرنا مشروع ديكسن صمم للنجاح شركة نظام منتج يحتاج أنا أكون ناجح صح ولا لا
فالان اريد اصير العضو اجعله في ضمن مصاف الناجحين، شلون تنجح؟ الان انا عندي ثلاث مراحل مهمه. المرحله الاولى احتاج ثلاث اشياء. اولا تعلم قبل ان تتكلم، لا تحرق اوراقك سريعا. لا اول ما تسمع بديكسن تطق ثراء صحي، ثراء مالي، ثراء اجتماعي، اول ما تطلع اول طوفه على قولتهم تحش وياها. لا، تعلم قبل ان تتكلم، لان قد تطرح المشروع باسلوب ضعيف فتخسر اقوى مرشحيك، وقد تطرح الموضوع باسلوب ضعيف فتخسر ناس ممكن يكون لك اعداء بالمشروع هم المفترض يكون لك زملاء ومشاركين بالنجاح. اجيت على الاستاذ حازم قلت له شلون لقيت منتجات وعلاجات تخبل، تعالج السكري وتعالج السرطان وتعالج، زين انت شنو؟ اني مهندس جابك على العلاجات، دمرت مشروعي. فتعلم قبل ان تتكلم. اجيت للاستاذ احمد قلت له شلون لقيت لك صفقه معجون وشامبو تجيبه وتحطه بالمحل مالتك، ما شاء الله ثاني يوم سلورت. استاذ احمد جاب المعجونات، جاب الصابونات، اكو شامبو يمه ب1000 دينار وشامبو دي اكسن ب10000 دينار. ماتت البضاعه يمه وخسرني واصبح يتكلم علي بسوء، صارت لو ما صارت. فتعلم قبل ان تتكلم، تعلم. وراح نتكلم عن ماذا تتعلم. فاول شيء تعلم قبل ان تتكلم. ثانيا افرغ كاسك، اذا تعطوني فد جلاس بلا زحمه، اذا اكو جلاسات. الان قدح عندي، اني جاي الان لدي اكسن، مشروع دي اكسن درسناه بجامعه، اخذناه من اب وجد و الريشي والسبايروني موجود بالاعشاب وكذا بوطننا العربي ما موجوده. اذا اتي للمشروع مفرغ كاسي، اتي للمشروع بصفه المتعلم المتدرب. ما اجي انا مهندس وعندي 30 سنه خدمه والاستاذ طبيب وعنده كذا والاستاذ صحيح، بس في اختصاصك انت مبدع. لكن لما تاتي الى مشروع مثل دي اكسن افرغ كاسك. هذا الكاس اذا مليان يسع شيء اخر؟ فمن تجي لدي اكسن افرغ كاسك حتى يسع عقلك معلومات جديده. عرفنا شنو افرغ كاسك؟ يعني ان تاتي بصفه المتعلم والمتدرب حتى تتقن هذه المهارات. اتفقنا؟ افرغ كاسك. ثالثا تغيير نمط التفكير. دي اكسن مشروع لو صفقه؟ طيب لو تعاملت معاك صفقه اخسر. منتجات دي اكسن علاج لو غذاء؟ طيب لو تعاملت على انه علاج. دي اكسن رحله لو محطه؟ رحله لو محطه؟ متاكدين؟ لو تعاملت مع اي تحدي واترك المشروع. فلذلك لابد ان تغير نمط تفكيرك مع دي اكسن حتى تنجح. اني رئيس مهندسين بالنفط، اجي اتكلم مع شخص اقول اني اتكلم رئيس مهندسين مدير قسم، اتكلم مع شخص ابيع له معجون صابون، هذا سيناريو بعقليه من لم يغير نمط تفكيره. طيب خلي اشوف السيناريو الاخر، غيرت نمط تفكيري، اقول انا راح اقدم خدمه ومشروع لهذا الشخص. ايش قد اختلف؟ ايش قد اختلفت الامور؟ بين ان تقدم خدمه وبين ان تطلب الخدمه. بين ان تقرض وبين ان تستقرض. لذلك جيم رون احد كبار هذه التجاره قال لما تتكلم مع الناس تكلم وكان في جيبيك مليونين دولار. الست بجيبك مليونين دولار تحكي لي واحد شو تسوين؟ طبعا انت ما تحكي لي انا اصلا بعدين. ثقة عالية ويعني واحد ما له دومه مثل ما يقولون. فلابد لا ما توزع عليه شو تخافين. فلذلك احنا ايش؟ غير نمط تفكيرك. فاحتاج في المرحلة الأولى ايش؟ تعلم قبل أن تتكلم، إفراغ الكاس، تغيير نمط تفكير. الآن ايش سويت أني؟ برمجت عقلي للنجاح. هذا مسمى التخلية قبل التحلية. بعد ما فرغت عقلي برمجته فرمته حاسبة جيت فرمتتها. من مشتغل حاسبات قبل؟ اف ديسك، ملحقين على اف ديسك؟ اف ديسك قبل هاي يعني تفرمت الجهاز ترجع صفر. فرمت الجهاز مالتي حتى اتقبل العقليه الجديده. عقليه انه اني ادرس ابني 30 سنه ويتعب ويوصل مرحله ابني وليدي عافيه عشان ايش؟ على قولة عشان تتعين. الان ماكو مشكله تعين، لكن عندي لك مشروع. برمجت عقلي انه انا لابد انجح، ما عندي واحد فاشل، الكل ممكن ينجح مع دي اكسن، لكن ايش؟ فرمت الحاسبه حتى تنطلق. لذلك اعطيكم مساله مهمه جدا. عقلك اذا ما فرمته في بيانات قد تتعارض مع النجاح.
قد تتعارض مع النجاح. مو سام محمد؟ سام محمد شلونك؟ قد تتعارض مع النجاح. ليش؟ أنا 30 سنة متربي على أنه ابني اقرأ حتى تنجح، انجح حتى تجي بالكلية وتخرج حتى تعين. فعقليتي أنا أقصى أهدافي وأحلامي أكون موظف، صح ولا لا؟ الآن عدت فرمت عقلي، لا أكو مشاريع ذكية ما تتعارض مع وظيفة. أقول لك لا تعرف وظيفتك، أنا ما أدعو لترك الوظيفة، أقول مشاريع ذكية لا تتعارض مع الوظيفة، مثل مشروع دي أكسن. أضف مشروع دي أكسن لوظيفتك، طور بمشروعك لأنه مستقبلك. فإذا ما غيرت هذه العقلية، هذه البرمجة العقلية اللي عندي راح تتعارض مع هكذا مشاريع، صح ولا لا؟ يجيك واحد يقول لك عيونك رايحة بالليل وتحكي يا فلان تحكي علان، على شو متعب نفسك؟ أنت موظف. أقول أنا أمامي أهداف أريد أحققها. برمج عقلك للنجاح، هاي أولا. هسا هاي الخطوة الأولى، متفقين عليها؟ صعبة ولا سهلة؟ متأكدين؟ تمام. الآن ننتقل للخطوة الثانية. الآن فرمتت، فرغت، جهزت عقلي لتقبل معلومة جديدة. أحتاج الآن أن أتعلم، فأحتاج إيش؟ مرحلة ثانية، تعلم المعلومات الأساسية. الآن أنا عندي، بس هذا أنا عندي بكل مجال، سواء هندسي طبي إنساني أي معلومة معينة، عندي دائما العلوم تنقسم قسمين، علوم أساسية وعلوم مساعدة، صح ولا لا؟ أكو علوم أساسية وعلوم ثانوية، صح ولا لا؟ العلوم الأساسية في أي مجال، مثلا إحنا في مجال الهندسة كانت عندنا برنسبل مبادئ هندسة كيميائية، أكو رياضيات، ميكانيك هندسي، رياضة، صح ولا لا؟ الكهرباء كذلك، العلوم الإنسانية كذلك. لما نجي على الديكسن احنا عندنا ثلاث معلومات مبسطة جميلة الكل مستفاد منها، العلم بالشركة والعلم بالنظام والعلم بالمنتج. هذه تعتبر معلومات أساسية لابد على كل عضو يتعلمها، واضح أخواني؟ العلم بالشركة راح نكتبه، العلم بالشركة والنظام والمنتج. متفقين على الأخوان؟ أتعلم شنو الشركة، أتعلم إيش النظام تعمل به الشركة، وأتعلم شيء عن المنتجات، لأن هذه بضاعتي. أنا شريك بشركة ممتدة على 180 دولة، فلا بد أعرف نظامها، أسلوب عملها، منتجات تتعامل بها إيش. تمام؟ هذه حتى أنا أعطيكم دلالات وأعطيكم وين تلقوها. هذه عندي محاضرة اسمها المحاضرة الأولى من ضمن الحقيبة التدريبية المهندس حسام، موجودة عندي، واللي يدورها يلقاها يم أبو عبد الله. خالد يقولون أبو عبد الله موجود. زين، هذه المحاضرات وين تلقوها؟ محاضرات مهندس محمود المصري، الدروس الأساسية، خمسة محاضرات. هسا واحد خاف يسألني يقول مين ألقاها؟ وين أحصلها؟ هذه موجودة، عبارة عن دروس موجودة موثقة بالتليجرام. واضح؟ الآن فرغت عقلي، برمجته، انتقلت مرحلة ثانية، تعلمت. المرحلة الثانية إيش؟ تعلمت الأساس. الآن إيش أحتاج؟ أحتاج زيادة المهارات. تعلمت أنت القيادة، لكن كل ما كنت قائدا وسائق محترف راح تنجح أكثر. شايفين بعض السواق يسوي زقزاق، هاي السواق إحنا ما ننصح بيها، بس قصدي سائق محترف يطلع منا يطلع منا يوصل أسرع ويحقق نتائج أكثر. تمام؟ فالآن إيش راح أعمل أنا؟ أحتاج بالمرحلة الثالثة أن أتعلم المعلومات المساعدة، بمعنى المهارات. المهارات، واليوم جزء من هذه المهارات راح قدر الإمكان نتقنها، كيف تطرح مشروع ديكسن، وما هو الأسلوب الأمثل لعرض فكرة ديكسن. واضح أخواني؟ الآن أصبح عندنا خارطة الطريق واضحة، تمام؟ كل واضح؟ بالأخير سمعون شباب؟ احنا عندنا مو شباب يعني، احنا بنحكي الكل اخواني واضح. احنا جايين هنا عم نتعلم حتى نطلع نطبق. ما عندي معلومات أبدأ انزلها عليكم، عندي معلومات أبدأ افيدكم بيها. احتاج خارطة الطريق حتى انجح، احتاج افرغ كأسي، احتاج اغير نمط تفكيري، احتاج ايش؟ اتعلم قبل ان اتكلم، برمجة عقلي، الآن انتقلت إيش؟ معلومات الأساسية، شركة، نظام، منتج. الآن أحتاج أزيد مهاراتي.
وانصحكم جدا اكو محاضره لي موجوده اسمها هنا اقفال الدائره، هذه جدا مهمه. اقفال الدائره عباره عن محاضره، سلامه الله ستره، اقفال الدائره عباره عن محاضره ممنهجه متسلسله بخطوات متسلسله مرحله تلو مرحله حتى تقفل الدائره، وهذا تجوز تلقوها عند ابو عبد الله كذلك. تمام، على التسلسل، على التسلسل، لا تعطي هذه المحاضره الاولى ثم محاضرات مهندس محمود ثم ترجع. وهذا اخواني اليوم راح ناخذ وحده من المهارات. استاذ عبد تمام، تم التدوين تمام. اليوم نجي على مهاره اسلوب العرض، هذه كملنا الصبور المساحه ما تحتاجوها. تمام تمام، هسه وصلت الزبده. الان انا عندي ما راح اتكلم عن الاستقطاب، اتكلم عن الاسلوب الامثل لعرض الفكره. الاسلوب الامثل لعرض الفكره ايش؟ عرض المشروع دي اكسن ان شاء الله. المايك كمل المايك تمام، فتحوا لنا هذا خليه شغال بس بين ما يجي. تمام تمام، بس شوي الكراسي معكم سلامة الله. الآن إخوان عندي أني جاي أشتري موبايل من محل، تمام، وجيت على الأستاذ، عفوا اسمك أستاذ عمر، جيت على الأستاذ عمر في محل. أستاذ عمر الآن عندي سيناريوهين، أحد سيناريوهات مسوق متقن ومسوق، عن عذرا جت بوجهك عادي ما تمام، ومسوق الآن يعني بعد أن أضبط أموره. شوف الفرق بين العرضين. أنا جيت أستاذ عمر، أستاذ عمر بحكم أنه شخص محترف راح يسألني أنت شو تريد بالضبط، تمام. إذا جاءت لشيء محدد أقول لك أريد نوكيا أن تسعة كذا، أريد هذا خلاص أخويا، هذا سعره وهذا تمام. لكن إذا جايك أني تحسني متشتت، أو تحسني ما مستقر رأي، أو تحسني ما محدد شيء معين، شو راح تسألني أنت بالضبط شو تريد أستاذ؟ ايش راح تسالني؟ قول لي انت شو تريد بالضبط؟ يقول لك انا اريد كاميرا، اريد سعة خزن عالية، تمام؟ اريد كاميرا واريد سعة خزن عالية. انت كمسوق ذكي راح تركز على رغبتي، على شنو جيتك اني. شوف راح يكون سيناريوهات اثنين، والاول استاذ عمر مسوق محترف، راح يقول لي، يقول لي انا عندي عدة موبايلات، الكاميرا الأولى هذا 40 ميجا، وسعة الذاكرة كذا، وهذا في مزايا كذا وكذا وكذا، وفي أمور أخرى، وبين كاميرا بكذا وكذا لماركت كذا، هذا نوكيا، هذا هواوي، هذا آيفون، تمام؟ لكن ركز وين على رغبتي؟ إيش أرغب؟ ثم بديت تضيف ما عندك، قول لي مثلا هذا يمتاز عن هذا، هذا كفر أحلى، هذا الخزن مالته أحسن، فقدانه للشحن أبطأ، هذا كذا، تعطيني مزايا حتى ترغبني بمنتج أنت تريد تصرف نظري عليه. صح ولا لا؟ خلي الآن نفر البوصلة على شخص آخر، مو أستاذ عمر، عم لا تورط، على أستاذ باسم المون علي. أستاذ باسم مستجد، إيش قام يقول لي؟ قال لي أكو موبايل لونه برغندي خبل، والكفر مالته شفاف، والشاشة مالته زرقاء، وهاي باللي تضوي، والشاحنة مالته خضراء، والكيبل مالته أصفر، ما وصل للكاميرا ولا وصل لساعة الذاكرة. الآن تكلم لي بما أرغب؟ أقول لك يا أخي أنا جايك على شيء محدد، ليش شتتني؟ ايش راح اسوي؟ اقفل ذاني واحول على الاخر. بمعنى المسوق الذكي يتعامل مع رغبات الناس. المسوق الذكي يتعامل مع رغبات الناس، انت الاسلوب الامثل لعرض فكره، اي فكره معينه، ان تعرف رغبه المقابل وتوفر له هذه الرغبه. اتفقنا على المقدمه؟ اكو اشكال عليها؟ الان راح نجي على دي اكسن، شو راح نطبقها؟ الآن احنا في دي اكسن ذكرنا انه مشروع دي اكسن الشمولي، ليش شمولي؟ لأنه يوفر عدة مزايا. طيب ايش دي اكسن توفر لنا؟ أول شيء الصحة، المال، العلاقات، السفر والترحال،
نماء فكري، توريث، ممتاز. بعد عصف ذهني، بعد ليش ما فيه شيء بس ثاني؟ ليست عفوا فرص عمل من ضمن المال، تمام. حرية الزمان والمكان، العالم هو من ضمن حرية الزمان بس العالمية، تمام. بعد صحة، صحة يعني خلاص صحة ما نمشي لك هاي. بعد شباب خلي نكتفي بتسعة ثمانية، تمام. هذه توفرها دي اكس ولا ما توفرها؟ زين، لما اجي على استاذ باسم، يوم استاذ باسم تورط قاعد قدامه، رجل موظف يطمح لتطوير وضعه المادي وشاب وقوي، هل من المناسب اتكلم باشياء ما يرغبها؟ اذا ايش راح اسوي؟ راح ارشح ما عند استاذ باسم من رغبات من خلال ما توفره دي اكسن. هذه راح تعتبر ايش؟ مفاتيح الدخول، تمام. انا قدامي باب وبعدة فتحات اللي هو الرغبات، هل من المناسب اخذ مفتاح غير مناسب لفتحه غير مناسبه؟ ما يفتح. يعني سالفه الموبايل احصل في البرغندي هو يدور كاميرا، ما مناسب. يعني انت يقول لك تغرد خارج السرب، انا ما مهتم هذا الموضوع، ليش تسولف في هذا الموضوع؟ انا ما مهتم، جيب لي لون ما ادري شلون، ما يهمني. يعني اسولفكم عن نفسي، انا ما مهتم لاسال الزركشيات هالسوالف. عندي نسيبي هسه يسمعني ان شاء الله، بلكي ما فاتح نت، نسيب يهتم بالالوان حتى سيارتي ورطني دا يصبغ بيها الرقم، قال لي هذا رقم متميز، اقول له انا ما ادور ارقام، اعطيني مثلا مواصلات انا ارغبها، مثلا سياره سفر، تبريد، راحه، رفاهيه. فشوف رغبات الناس هي تؤثر على قبولهم للفكره، صح ولا لا؟ فالان رغبه استاذ باسم كموظف شاب شنو هي بالضبط؟ توقعاتكم صحه؟ ما مهتم للصحه. مال، علاقات، من وين اعرف العلاقات؟ افتح الصفحه مال فيسبوك القى علاقات واصدقاء ومرحبا وهلا ومنور وهاي السوالف كلها معجب بيها. فاذا من جماعه اللي يحبون الثراء اجتماعي، فاذا علاقات اجتماعيه ممتاز. سفر وترحال، يجوز شخص ما مهتم للسفر والترحال. لا باسم ابو عبد الله ما يحب السفر والترحال، انا مشد ابو عبد الله. فسفر وترحال ما مهتم له، يعني نطلع سفر الخميس وما يجي ويانا، فكيف اذا اقول له المايزه؟ اكيد ما يجي. انا اريد اركز على يعني اقولكم بالقصه، تمام. كمثال ابو عبد الله قضيه سفر مع الدين. نما فكري، اشوف ابو عبد الله مهتم لان يقرا، يتابع صفحته، البروفايل مالته كله كتب واهتمامات، اذا نما فكري. توريث، يحب جهاله، مهتم بالجهاله، توريث. حريه زمان ومكان، ميت من المدير مالتهم، فما عندك مدير هنا موجود، عنده علاقات مو زينه ومدراء ومشاكل بالعمل. اذا لو اوفر له فرصه عمل لا يستلزم في مكان معين ولا في زمان معين، انا احب ينام الصبح ويسهر بالليل، ممتاز. اذا ايش؟ حريه زمان مكان. عالميه، تمام. اذا عرفت المفاتيح اللي ادخل منها الاستاذ باسم، شلون راح اصيغ الكلام حتى اقنع الاستاذ باسم بعمل مع المشروع؟ احد عنده في باله سيناريو؟ اريد شوي نسوي فد اكتيفيشن. اي أيوة معالي، تفضلي. كم السلام ورحمه الله. ايه زين. بارك الله فيك، ممتاز، جزاك الله خير. يعني شنو ام علي شو تقول؟ انه استاذ باسم عنده نزعه انسانيه، اذا ايش يدور؟ ثراء روحي، تمام. هسه انا شلون راح اشتغل على هذه المعطيات؟ اريد اوصل نتيجه وقناعه انه اسلوب العرض ليس واحد لناس مختلفين، ما يصير. ما يصير اتكلم ويا الشخص المريض مثل الشخص اللي يدور صح المال، والشخص يدور سفر وترحال مثل الشخص يدور فقط فرصه عمل، والمراه القاعده بالبيت وسولف عن سفر وترحال. لابد ان ابحث عن اشياء واصيغها بصياغه تتناسب مع الشخص المقابل. فالاسلوب الامثل لعرض الفكره وايش؟ معرفه رغبه المقابل
وتخطيطا من خلال معطيات الشركه. شو توفر الشركه؟ توفر هذه المفاتيح. اذا اخذ المفاتيح واشتغل عليها زين. هسه رادنا الزنجيل اللي يلم المفاتيح، من يلم منها؟ ممتاز جدا استاذ محمد، بس اريدك تفصل بين الاستقطاب والان فقط اسلوب العرض. انت حضرتك ممتاز عملت بروسيجر مال استقطاب، هي المكان المناسب، الزمان المناسب، المقدمه المناسبه. الان لا، انا قد خليتها كلها كملتها، الان داشر اطرح فكره. كلامك صحيح مع اقفال الدائره، تحدد موعد، تعمل دعوه تشويق وتبدا عمليه العرض. انا في بلوك العرض، مربع العرض، كملت فرمان. حلو. وهذا المشروع يصفق صفقة العمر. صفقة مال المشروع بالضبط. صانع اعضاء دي اكس عبارة عن مثل مسجل، دوس الدقمة قبل يشتغل. دن 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 دكتور لي 93 فطر ريشي 400 مركب برسبايرولينا. يقول له بس وقف، يقول لك خل انا اللي اوصل. ممتاز. معاش 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 معاش، امي بتسلم عليك وتقول لك حبه حبه. انا وياك اختي، بس انا اريد اخرج من اسلوب انه عندنا اسلوب واحد للتعامل مع كل الناس. اريد اسلوب الامثل، امثل هذا اسلوب جيد بس الامثل. اي استاذ. لا اسمح بس ابدا اوضح فكره، الان الكلام مباشر، عفوا من التهيئه النفسيه، المقدمات كلها كملتها. الان بديت موضوع عرض الفكره، يعني البرزنتيشن خلينا نسميه. لا سولف لي الي الان، تريد تدعوني انت للشركه دي اكسن، دعيتني بجلسه بكافيه وجبت لي قهوه ودا اسمع منك، اطرح لي موضوع دي اكسن، مشروع دي اكسن. وهي ماشي انت سولف لي بال طوالي طوالي على قولتهم السور. ايه تمام، تكلم بالسور افهم عليك. تمام. انا ركز على فكره العمل. نعم. ممتاز. بعد اخواني استاذ احمد، استاذ عرض الفكره والمشروع يجب ان تكون معاه تشويق. تهم التشويق. طيب الان هو بما انه استاذ باسل، انا تحملوني اليوم جاي مباشر، الحين ما اريد مقدمات ما اريد مجاملات، اريد تطلع النتيجه صح ولا لا؟ متفقين كلنا؟ تمام. ما حيزعل. عافيه. بما انه حضرتك تمام موظف. نعم. انت مو بصدد الصحه تمام، عارف جسمك ما عارف، ما يعني ما يجوز انه اتكلم وياك في مجال الصحه. تمام. طيب تريد مشروع ما يتعارض مع وظيفتك. جيد. اتكلم بمفتاح الناس واقول لك يا استاذ باسل، هل سبق مارست مشروع ما يحتاج راس مال؟ جيد. هل سبق ومارست مشروع مالي خساره؟ نعم. هل سبق وان مارست مشروع يعني المخاطره مالته صفر؟ تمام. لانه اذا هو موظف هم عنده مخاطره. لا تتباوى عليه، باوى على هاي المعطيات السولف. اذا هو موظف هم عنده مخاطره هو. لا تمام، انظر لهذه المعطيات. تمام. وضمنها بكلامك. تمام. لك نص دقيقة. ها؟ لك نص دقيقة. جيد. تمام. طيب شنو رايك اقدم لك مشروع بيع علاقات اجتماعية؟ جيد. تمام. طيب انت في وظيفتك الان، وظيفتك عملك محلي وليس عالمي، شنو رايك اقدم لك مشروع تمارس هذا المشروع من كل انحاء العالم؟ بدا يضمن كلامه رغبات استاذ باسم، متابعين؟ بعد. ممتاز، ليش؟ لانه مهتم للتوريث ومهتم للجانب الروحي، ممتاز. بعد. اي معالي. حلو، حلو. نعم. ممتاز، هاي فكرة التشويق بالمقارنة، ممتازة. بعد اي ست. نعم. نعم. Thank you.
ممتاز ممتاز ممتاز. هاي نقطة مهمة. شو النقطة المهمة ذكرتها الأخت؟ إنه أظهر ما عنده من مشاكل لوضع حلول. هاي كلش مهمة. شوف إخوان، بس أنا راح أكمل حتى بقية الأخرى. أبو بس السوينج ما تثبت على الجماعة علي. الزعانف ما تثبت على ثبت على المدة يجي على الصوت. ركزوا على جزئية. أبو صاحب كتاب أسرار عقلية المليونير، كم واحد قاري؟ كم واحد سامع به؟ أسرار عقلية المليونير مات تي هارفر. يقول التجار أناس يضعون حلول للمجتمع. إحنا مو فاهمين التجار، مو كل التجار جشعين ويدورون يعني يأكلون من مال الفقير، لا، أكو تجار زينين. فالتاجر من يضع حلول للمجتمع. تخيل بلد ما بي تجار طحين، من وين تأكلون خبز وصمون؟ صح ولا؟ بلد ما بي تجار إطارات، السيارة شلون تمشي؟ بلد ما بي تجار قرطاسية، من وين طلاب يكتبون؟ فالتجار لو نظرناهم من جانب إيجابي إيش؟ هم يضعون حلول لمشاكل. طيب أنا أريد أقدم حل لأبو عبد الله، فأحيانا هو مشكلة واقع بها ما منتبه لها. موظف ووضعه زين، يستلم مليون مليون، الله يسلمه، ووضعه زين وبيت وسيارة زين، هو مو بحال المشروع. فأنا لما أتكلمنا مثل ما قلت لهم علي، أنه أنت ممكن خلال مشروع خلال سنة سنتين تحقق أشياء ما حققتها بثلاثين سنة، أو تجعل لنفسك مشروع يفيدك إيش بالتوريث، ومشروع يخدم العالم لأنه مهتم الجانب الروحي، ومشروع في حرية الزمان المكان. اختلفت المعايير. الآن بديت أتكلم بأشياء مهتم لها أبو عبد الله، تمام؟ مو ممكن يعني هسه أنا أجي لأبو عبد الله، خلي أنظر لهذا المسألة. نعم؟ أي هذا راح ممتاز ممتاز. أسلوب القصص هسه راح أتكلم عنه. أنا ممتاز تمام جيد ممتاز. الآن أبو عبد الله هيئت نفسيته لتقبل سماع من عندي، سويت دعوة تشويق، تمام؟ الآن جيت أطرح الفكرة على أبو عبد الله. أبو عبد الله أخي العزيز، وأتكلم باسمه، حتى اللي ما تعرفه سئل عن اسمه، أخاف تتعرف على واحد بالطريق، تتعرفين على واحدة بالطريق، اسأل اسمها وناديها باسمها، أم فلانة، أم علانة، تمام؟ فلان، أبو علان. ليش؟ التحبب بالأسماء مرغوب. لا تقول حضرتك وأخوي، لا، اسم بالاسم، تمام؟ هاي من ضمن المهارات. زين، حتى أنا أتقبل المقابل أكثر. الآن أجي هذه المعطيات، المفاتيح اللي أفتحها أبو عبد الله، يعني كعقل وقبول الفكرة. الآن أركز إيش؟ عجان أخي العزيز، مشروع فيه تنامي مالي، ممكن من خلال تحقق الحرية المالية، أنه يأتيك دخل مالي متنامي يكفيك حاجتك وقد يزيد. هاي جزئية المالية. الجميل بالمشروع أنا دا أسترسل بالكلام، بس إيش دا أضمن كلامي إيش؟ المفاتيح. أستذكروا مو قلنا مفاتيح ردنا للآن زنجيل، دائما بالمعلومات. زين، والجميل بالمشروع أنه ممكن تستثمر علاقاتك وتكون علاقات عالمية كثيرة. المشروع عالمي، ممكن تنفتح على جميع العالم. مهتم لهذه الجزئية. زين، سفر الحال ما يهمني. والجميل كذلك في الموضوع أنه أكثر من دخل معنا بالمشروع وجد فرقا بين قبل وبعد دخول المشروع، لأن المشروع يهتم للتنمية المالية، التنمية الفكرية، التنمية الصحية، كنماء ثقافي، تمام؟ والأمر المهم جدا أنه عندنا نظام التوريث في الشركة. أنت حضرتك أبو عبد الله موظف، شقد تستلم؟ لا تجاوب، ما راح أجاوب. مثلا تقول مليون دينار، شقد تقاعدك؟ قال والله يا دوب يطلع 500,000 دينار. قلت له طيب انت الان 500,000 دينار، وطيفة مقارنة بسيطة. الان هذا الراتب التقاعدي يمشي معادلة خطية، وهذه متطلبات الحياة. شوف الفرق بين متطلبات الحياة وبين راتبك. هل راتبك التقاعدي يغطي احتياجات اهلك وناسك؟ أنا عندي شركة تعطيك نظام توريث متنامي بتنامي فريقك، صح ولا لا؟ وعندنا قصة الرجل اليمني الله يرحمه معروفة.
فالان ايش ضمنت؟ التوريث، حريه الزمان والمكان. تدري ابو عبد الله هذا المشروع الجميل بي تقدر تديره من اي مكان او في اي زمان؟ انت مو تحب تقعد بالليل وتنام بالنهار؟ اخوي انت شغلك كله يصير بالليل بعد. ايش اجيت على المسائل مهتم لها؟ زين عبد الله وين ببغداد؟ عضويتك تشتغل في كل مكان بالعالم، من حقك ان تبيع منتجاتك في اي وكاله. الان خلي اسوي سيناريو. ابدا اقوم يشرب واحد من مشرق قهوه، تمام؟ يرحم هاي؟ هاي ساعد بتشد يقول لك لهي المتدربين وانت بتمشي ثاني. الان اريد اثنين يجون هنا يمي، واحد استاذ احمد وابو عبد الله. نعم. احسنتي، انا عندي ابو عبد الله الى مفاتيح للدخول. انا الان اثير بعد ما شويه اشرب قهوه لهيكم بالجماعه، راح اتكلمكم باشياء هي عباره عن تقوي مفاتيح. مفتاح هو صحيح بس لقيت الكيلون زنجر، شلون احط له دهن وجريز على شغله، تمام؟ الان ابو عبد الله واستاذ احمد. استاذ احمد انت ماشي بالطريق وتعرفت على ابو عبد الله بالطريق، قدامك ربع ساعه. وراح اقول لكم ليش قلت لك قدامك ربع ساعه. شلون راح انت تريد تعرض مشروعك على ابو عبد الله؟ ما تعرفه؟ لا لا مفتاح انا. تعرف على ابو عبد الله. الان ديروا حوار بيناتكم كانكم قاعدين بالسياره. قاعدين بالسياره ما يسوون هيك ترى. تدخل كمستثمر كمنتجات، يعني دولار واحد ما ادفع يعني؟ لا زي. تدخل كمستثمر لمنتجاتك. شلون يعني؟ يعني انت بدل ما تستهلك معجون اسنان لماركه معينه ما تعرف شنو، يعني بعض الاحيان تركيبات وكذا، حول هذا المعجون شهادات صحيه. اكيد اكيد معجون تمام. بس اساله يعني ايش قد دخل؟ يعني تجي صار لك هاي الشركة والشركات الرسمية اعتمدت نظام البيع المباشر، تعطي قرار أكيد بس ما تعطي قرار سريع. يعني صار لك؟ أنا صار لي 5 أشهر حاليا. زين ايش قد دخلك يعني من 5 أشهر؟ تعدى 200 دولار. 6 أشهر يعني؟ تمام تعدى. يعني زايد ما يقص؟ لا يعني الآن دخلك تصاعد. جيد. شو يعتمد عليه؟ ايش؟ يعتمد أول شيء تغير استهلاكك لهذه المنتجات. يعني الشهر يعني هذا دخلك؟ نعم شهري أكيد. 100 استهلاك. من اي فرع من اي فرع في العراق يعني؟ في اي محافظه في العراق طبعا تمام؟ في اي فرع يعني انت مثلا في بغداد استاذ احمد بعد دقيقه راح ينزل بالطريق تمام. يعني هسه مثلا فهمت انه بعد دقيقه راح تفترقون، ايش راح تختم اياه؟ طيب هذا كارت مالي تمام وشرفني يسعدني تعرفت عليه. شلون يعني قصه تواصل وياك على الواتساب؟ تواصل وياي هذا الواتساب مالتي تمام؟ تواصل وياي ان شاء الله بالليل راح افهمك اكثر لك يعني معلومات عن الشركه. الشرف لما بارك الله فيكم. شكرا. زين انا اسال سؤال. انا تكلمت مع استاذ احمد وطلع استاذ احمد راتبه 3 ملايين او طلع تاجر مواد احتياطيه ثقيل
يعني دخله شدات. استاذ احمد جبار يضحك. شلون راح اتعامل مع هذه الاشكاليه؟ تحدي. اي نعم. جيد جيد. يعني ما في ريسك، ما في مخاطره، هاي ممتاز. عدي بعد شنو عندك؟ جيد. يعني سويت مقارنه بين عملك التقليدي وعمل في صناعه البيع المباشر. جيد. بعد عقلية وين وين تكون رابح. ممتاز ممتاز، شكرا اختي. بعد بعد اي استاذ. يعني ركز على الجانب الاستهلاك الصحي. ممتاز، عاشت ايدك. بعد نعم استاذ، موضوع الصحه يعني عبد الله ما يحتاج الصحه. زين، الله معافيه. لا انا شيء افتراضي، وكل انسان محتاج صحه بالمفهوم الشمولي. موضوع الصحه يعني هي وقايه خير من العلاج. ممتاز. يعني اذا انت ما احتاجت كدواء تحتاجك وقايه. عاشت ايدك. انا ليش اثرت هذه؟ ايش استاذ محمد؟ يعني اعمل مقارنه من باب الجهد البدني مقابل الدخل. ممتاز. عشت فيك استاذ محمد. انا بس اريد اوصل للنتيجه. هل يوجد في الدنيا من لا يحتاج مشروع دي اكسن؟ أنا ولا احتاج المشروع، بس اقول هل يوجد في الدنيا من لا يحتاج الصحه، المال، العلاقات، السفر والترحال؟ ما تعرف قيمه العمل. زين، انا شنو يبقى دوري؟ شلون اوصل الفكره للشخص المستهدف؟ نعم، يعني بديت تنقش الاحتياجات الصحيه للمنتجات الطبيعيه. ممتاز. انا شنو قصدي؟ هل يوجد في المجتمع من لا يحتاج لخدمات ديكسن؟ كنت تحتاج. لكن وضحت فكرة؟ يعني اجي على شخص الان، راح اذكر امثلة حتى شوي نمشي بالموضوع. شخص تاج مثل ما ذكر الاخوة، اعمل له مقارنة بين عملك وبين عملنا. عملنا تكسب صحتك وتكسب بالمال، عملك تكسب المال وتخسر صحتك. الدولار صعد، دولارك الناس انجلطت ماتت. احنا ما خايفين على شيء، بالعكس احنا دائما تبين دي اكسن تنشط اصلا بالبلدان الضعيفه. العده انتكاسات اقتصاديه دي اكسن قامت تقل. ليش؟ لان بدائل حقيقيه، ما تحتاج لا راس مال، لا مخازن، لا صح ولا لا؟ ومعروفه قصص. احنا اصلا بالعراق نشطنا بالانهيار الاقتصادي. باليمن الان حروب، عندهم الانشط النشاط عندهم الان باليمن. زين، اجي على شخص مكتفي صحيا، اتكلم عن انه انت الصحه اللي فاهمه، ترى فاهمه خطا. انت الان جسد لكن تنتظر المرض، صح ولا لا؟ هذا حالنا كمجتمع. فمثل ما ذكر الاستاذ، احنا عندنا منتجات قد تصل معها الى الوقايه. اذا ذكرت للصحة، شخص موظف وعنده عقليه انه انا موظف خلاص مكتفي بوظيفتي، راح اتكلم بعقليه المقارنه بين عمل الحر وبين عمل الوظيفي. العمل الحر ايش؟ من خلاله ستصل الحريه الماليه، الوظيفه ممكن تصل الحريه الماليه؟ طيب، ما بعد الوظيفه ايش؟ ما معدي سنت كيف؟ راس المال
المال مع دي احسن ايش؟ راس المال مع الامال. فاعمل مقارنه. واضح اخواني؟ احيانا يسموه هذا التشويق بالمقارنه. فاجي انا على الشخص المستقطب ابحث عن رغبته من خلال الحوار. الاخوه مساء حوارهم جيد لكن ينقصهم ايش؟ من تتعرف على شخص ايش قد هي طبيعه عمله، دخله ايش قد يدخل له، بمعنى ينجرط ما يتناسب مع عقليته هذا الشيء. انتم ما مبين عليكم 56، فش اسوي؟ احدد حتى الكلمات اللي اطرحها من خلال يسمونه دائره المعارف، تكوين دائره المعلومات، عفوا المعلومات. ادرون احنا شويه المهندسين خطنا مشعوش. فاكون دائره معلومات عن الشخص اللي راح اتكلم معه حتى اصيغ الكلمات بما يتناسب معه. يعني ما انا ساعات اشوف بعض الشباب يتكلم مع بعض الاخوه، هو دارس المحفوظه اللي كانت عندنا دوس بلاي تشتغل دي اكسن دكتور لين كذا الى اخره. فها صاحبنا حافظ له كم حكايه منتجات عضويه وطبيعيه اورجانيك. انا لما اقول له اورجانيك اكتبها ما يعرف يكتبها. هاي الحكايه يحكيها ويا الامي ويا الدكتور ويا الحمال. زين هي اورجانيك شنو؟ مقصود عضويه طبيعيه، تمام؟ زين هي هاي اللفظه معجمه بالنسبه له ما يفهمها. فانت لماذا تتكلم باشياء المقابل ما يفهمها؟ زين اسالكم سؤال. خابرك يوم من الايام واحد عن طريق السوشيال ميديا وقال لك ابدا اشتغل وياكم، مباشره تطرح عليه المشروع لو تساله؟ اذا بدت الجديد او ايش بعد سموه جماعه التنميه، جماعه تيوتي وين تيوتي بعد اي سام محمد. لا هو سمع دابت الجري شنو بعد غير مصطلح؟ اي سام محمد، ست رجاء، ست راقيه، تحقيق الالفه. هاي استاذ وليد زازول دق عليهم. زين تحقيق الالفه استاذ محمد قاسم استريح. انا شلت اوصل يا اخوان، اريد اعرف المقابل ما هي رغبته مع مشروعنا في دي اكس ام، ما هي رغبته. لا تطرح موضوع هو ما راغب فيه، لا تطرح شيء هو ما مهتم له. تجي على وحده تقول والله عندنا منتجات تقلب وجه قلب، يجي مجلس ما مهتم لهذا الشيء. تجي على واحد، انا لما واحد من الشباب واحد سمين قال له ان شاء الله كرشك يفش، قال له ليش ضايع من الكرشي؟ انا ما ضايع من الكرشي. فانا لابد اعرف رغبه المقابل. فذاك شلون اسوي؟ قدر الامكان اصيغ حوار بيني وبينه، امتص المعلومات حتى اصيغ الطرح. اذا عندي خيارات متعدده. اول شيء انا ليش قلت لك عندك قدامك ربع ساعه؟ سؤال يطرح نفسه، ليش حددته بوقت؟ اي سام محمد. ممتاز بعد. جيد بعد اي ست. ممتاز هذا سبب اخر بعد 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 بعد. اريد احدد فتره حتى انت كمستقطب تركز ايش قد الفترة المتاحة لك حتى تسوي مقابل. يجوز عندي دقيقة واحدة هسه راح شلون اتعامل، يجوز دقيقة دقيقتين واتكلم عن فكرة ثلاث دقائق وانت مجال دقيقة تخمينا، انا ما احس ساعة واضبط، مو شغل الساعات. ليش قلت له ابو عبد الله راح ينزل بالطريق قدامك دقيقة؟ لان هذا وانت قاعد يم واحد بالطريق وقال لك والله راح اوصل ان شاء الله، صح ولا لا؟ زين قدامك واحد مسافر ساعة كاملة، هذا بيه مجال حتى تسولف عن جهالك واهلك وين قاعدين، ماكو مشكله، مجال طويل وقدامك دقيقه واحده. زين شلون اتعامل مع شخص تعرفت عليه بالطريق او جيت اشتريت منه من محل او جيت التقينا بمكان لا على التعيين؟ اتعامل معاه انه ما اطرح عليه المشروع احيانا اذا شفت الوقت غير مناسب. شو اسوي؟ يضاف الى قائمه المعارف واتكلم معه بوقت اخر. مو مناسب الان اطرح مشروع اذا شفت الوقت غير مهيئ، مثلا هو مكان مزدحم وملتبك وما عنده مجال يسمع مني وما نفسيته مهيئه لطرح الفكره، ولا عندي مجال اقدم له مقدمات اطرح ايش؟ اضيف من ضمن معارفي. هذا كرتي، هذا كرتك، وعندي ان شاء الله في موضوع لعله يفيدك ان شاء الله، عندنا مشروع عمل ان شاء الله من نلتقي نتخابر او نتخابر، طين تليفونك، هاي خطا احمد، هاي كرتي وما طلب رقم تليفونه.
تنطي الكرت اول ما عبر تكرم اول شو اسمه يذبه. فش تسوي؟ طي كرتك وخذ رقمه بس مو ترقم النسوان يعني بس هاي مشكله اسوي لك تمام اخواني؟ يعني سوق نفسي بسرعه، سوق نفسي بسرعه قد اكون في مرحله يضاف هذا الى جزء ورا يوم يومين شهر شهرين تمام. عندي مجال اسمع من المقابل حتى اخمن ما يحتاج عندي، ما عندي يضاف الى قائمه المعارف. لا تخطأ، لا تستعجل نتائج، من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. واضح اخواني؟ بس خلنا نكمل فكره استاذ محمد واعطيكم مجال مناقشه ان شاء الله. واضح فكره اخواني؟ اجيت الشخص عندي مجال معاه خمس دقائق الحوار يدار ببساطه. العفو استاذ يعني انا كاني شكلك مستلطفه، وين انت حضرتك وين دام؟ والله انا دام بوزاره كذا حياك الله ما شاء الله بكذا وزاره اهلا وسهلا. انا اخوك مهندس اسمع منه اكثر ما اسولف، ليش؟ انا الان اريد اكون ايش؟ معلومات حتى اعرف ايش؟ مفاتيح. والله دا اشتغل زين طبيعه عملك من يا ساعه ليا ساعه حتى احدد ايش؟ يا وقت مناسب اطرح عليه الفكره. مو بنص العمل ويشتغل كهرباء والو اكو شركه ومش يا شركه سووا فوق بالشمس. لازم اختار اوقات مناسبه. عرفت طبيعه عمله؟ وين داوم؟ زين انتم حضرتكم الان عملكم شنو طبيعه التزاماتكم؟ انت تعرف طبيعه عمله. شهادته خريج ايش؟ تمام؟ اهتماماته قدر الامكان. كونت عنا دائرة معلومات لاحقا اشوف الوقت هل هو مناسب لعرض الفكره او ممكن اعمل له فقط تشويق ودعوه. والله عندنا موضوع مشروع عمل ان شاء الله يفيدك يتناسب مع المعطيات اللي هي انت موظف دام كذا مكان اذا كذا مكان. نعم. ممتاز، انت الان كلامك ممتاز عاشدك، انت الان درت ضمن نفس المحور اللي حكينا به وجدت الرغبه المقابل الناس الان بالمجتمع ايش؟ انه متاذين صحيا من العلاج الكيماوي واثاره، فالان يبحثون عن بدائل، احنا ذكرنا التجار واصحاب المشاريع ايش؟ ناس يوجدون حلول لمشاكل. جزاك الله خير استاذ. صح. ذكرنا احنا بالضبط، احنا قلنا مشروع شمولي ممكن استفادنا، جزاك الله خير. انا بدي اوضح بعد فكره اساسيه. الان اخوان لحد الان واضح؟ اكو سؤال بما يتعلق ما طرحناه؟ زين. الان انا عندي مشروع شمولي. اجتني نماذج مختلفه، شلون اتعامل معاها؟ بمعطيات محدده، اجاك شخص يبحث عن صحه، كيف تتعامل معاه؟ انا دائما انصح الشباب اللي يعملون صفحات التواصل الاجتماعي افصل بين صفحات العمل وبين صفحات الصحه. بمعنى انه اذا اجاني عن طريق الصفحه الصحيه ايش هو محتاج؟ اذا اتكلم عن ايش؟ ليش انا مبرمج خلي المداخل محدده؟ طيب لو اجاني عن طريق صفحه العمل ايش اتكلم معاه؟ زين. اجاك شخص امي، انا راح الان راح اطرح افكار حتى ننزل هالتقعيد او القواعد اللي خليناها ضمن جام تطبيقي. اجاني شخص امي خابرني السلام عليكم بدي اشتغل وياكم. اريد اشتغل وياكم ما دور منتجات صحيه، ايش راح تتكلم معاه؟ اول شيء تساله شنو هو؟ اقول له حياك الله نتشرف بيك اهلا وسهلا، بس يا ريت تعرفني عن حضرتك حتى تزداد المعرفه والالفه بيناتنا، عرفني حضرتك تخلص ايش دراسه؟ علاقتك الاجتماعيه؟ وين ساكن؟ باي بلد؟ اي محافظه؟ شنو طبيعه عملك الحالي؟ طبيعه عملك السابق؟ شنو الخبرات السابقه عندك حتى تزداد المعرفه؟ انا شو سويت؟ هو جاي يشتغل. لا طرحت عليه المشروع ابتداء لو راح اسمع منه. شو بدي اسوي؟ اكون معلومات حتى شو اكون؟ مفاتيح المناسبه. اوكي؟ راح نسوي كخارطه ذهنيه. الان سالته حتى يجيبني. قال لي والله انا يوم من الايام خابرني رجل قال لي انا خريج ابتدائي تشتغل في فرن. تمام؟
هل من المناسب تجي تديله بالسلسله الاوليه دكتور ليم وريشي واورجانيك جماعه الاورجانيك؟ لو اتكلم بما يتناسب مع عقله. قلت له الله يحييك اخوي العزيز الجميل في شركه دي اكسن اكو شو يسمونها الكلمه السحريه، هاي كتبوها عندكم. الكلمه السحريه، الكلمه السحريه يقول لك هذا هو السبب الذي ها الكلمه السحريه ايش؟ دي اكسن مناسبه لكل الناس؟ حددت جنس او فئه او طائفه او عرق او 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 الى اخره، شهاده حددت زين. اذا انا من يجيني واحد امي ما يقرا ويكتب اقول له هو هذا السبب اللي راح يخليك تنجح بدي اكسن، انه دي اكسن ما اشترطت عليك شهاده معينه. اجاني الاستاذ محمد قال لي انا مهندس وخريج امام، قال له هو هذا السبب اللي راح يخليك تنجح في دي اكسن، انه عندك امكانيه عقليه وخلفيه علميه راح تأيك انه تنجح اكثر من غيرك. اجاني الاستاذ باسم قال لي مو انا موظف عندي التزامات وظيفيه وما عندي وقت، اقول له هو هذا السبب اللي راح يخليك تنجح في دي اكسن، انه دي اكسن ما تشترط للزمان ولا المكان ولا محددتك بعمل معين، ماكو ساعات عمل محدده. اجتني اختي قالت والله انا بالبيت زوجي وما يخليني اطلع، اقول له هو هذا السبب يخليك تستفاد المشروع انه ما يشترط عليك تخرج من البيت. فهذه كلمه سحريه لو صغناها بصياغه مناسبه تناسب الكل، صح ولا لا؟ زين. فاجا كلمني قلت له طبعا هذا هو السبب راح يخليك تنجح بديكسن. قلت له انت متروح على شركه شرح سلوك، شهادتك كم، لغه عندك، خبراتك السابقه، يلا شغلوك، وكم حرف واو على قولتهم فيتامين واو واسطه عندك. قلت له هذا السبب راح يخليك تنجح في ديكسن انه ما اشترط لا شهاده ولا ثقافه ولا خبرات سابقه، احنا راح ندربك ولا معلومات سابقه. شلون اشتغل وياكم استاذ؟ اخوي العزيز الشركه تعطيك سعر جمله وتعطيك فوائد، تاخذ بسعر الجمله وتبيع للناس. صعبه؟ قال لا والله مو صعبه، راح تحصل ربح من المنتج وتحصل ربح من الوكاله. هذا خو ما دخله خطه ماليه ومهندس حسام محمود المصري استاذ مو مناسب. لاحقا قد يتعلم ويتدرج بالمعلومات. زين اجتني اختي قالت اني موظفه وعندي 30 سنه وبعد كم سنه اتقاعد وما ظل بالعمر شيء. اقول له هو هذا السبب اللي خليش تهتمين لهذه الشركه، لان الشركه توفر لك الصحه وتوفر لك المال و و و وتوفر لك التوريث اللي هو عباره عن خطه تقاعد مبكره متناميه. وانت خلال جو سنتين ثلاثه تحققين افضل ما كنتي 30 سنه 40 سنه بالوظيفه ما حققتيها. انا هم ما اقول ورا 10 سنين هي ما ظل لها شيء يعني مره كبيره، واقول ورا 10 سنين ان شاء الله يجي يدخل فد كذا. اتكلم بما يتناسب مع احتياجاته. خطه التوريث قد ياتيك دخل افضل من 30 سنه من وظيفتك. بالضبط. فانا ايش؟ الان اصيغ صيغه الطرح بما يتناسب مع رغبه المقابل. واضح اخوان الفكره؟ نعم. بالنسبه للشخص اللي انت المفروض يعني مثلا عندك معلومات كثيره كلش من المواد اللي انت تطرحها. تمام. ممتاز ممتاز. ممتاز. ممكن اكون مثلا على المدى البعيد اكو فد مضاعفات، انت رح جيد جيد يعني انت رح تتأنب ضميرك انه انت تسبب في انه اذية هذا الشخص استعمل الفايدة. زين هي هاي غير مفروض بها دكاترة ممتاز او مثلا صيادلة او دكاترة اغذية يعني يكون شرح وافي ممتاز ممتاز تقدر انه جازك بهذا الموضوع. زين اللي جايني صحة ولا عمل؟ تمام. اريد استفاد من هذا الموضوع انه يعالجني فلان مرض، بس عجبا راسا انا استوعب هاي الفكره واقدر اجازف وانطيها هذا المريض. تمام. لازم اكو مقدمات واكو دكاتره واكو ناس يعني بهذا الخط يفهموك يعني هذا هيك هذا هيك، ولا ما تقدر راسا انه ممتاز ممتاز. احنا شوف اختي الموضوع طرحتي شوي بعيد عن موضوعنا، لكن اجيبك باختصار. اول شيء منتجاتنا هي ليست ادويه، اغذيه طبيعيه. نعم. ذات اثر ممتاز، ذات اثر علاجي.
فهو يتعامل معها كغذاء وليس كدواء. انت الان احنا نرجع على بيوتنا، ما يدخل لبيوتنا هل هو كله صحي ومستشار به الطبيب؟ بل احنا ندخل على بيوتنا متفق على ضرره، متفق على ضرره، ما حد يختلف على ضرره. المشروبات الغازيه، الدخان، المشروبات الضاره، اكو واحد يختلف على ضررها؟ وده ندخلها ما شاء الله مرتاحين، نحطها بالثلاجه وتجاهل كل ساعه بابا الطين بابا، صح ولا لا؟ اما نجي على منتجات متفق على نفعها وهي غذاء طبيعي، ما في مواد اثار جانبيه، لا ما في مواد حافظه، ومعروف الاثر على مدى الاف السنين. ليش نتقيد به تقيدنا؟ لو نتقيد هاي القيود ويا الاكل نطبب بيوتنا، ابو القص والشاورما اللي قص بسيخ حديد بس جايش اختي. انا جايش. انا اخوك يعني اختصاص اتش اس سي، سلامه وبيئه وصحه مهنيه. احنا كنا ندرس جوانب الاثر البيئي لبعض الامور اللي ما وجدنا لها حل لحد الان. اطش فالشغله، فالشغله بسيطه. اليوم كلكم ما تاكلون شاورما ان شاء الله، قولوا ان شاء الله. الشاورما الان اللي يبردون بها الحديد شلون يبردوها؟ السيخ مع الحديد بيش يبردوه؟ مبرد. البراده وين تروح؟ براده وين تروح ابو؟ بالكرش مو باللحم. هذه يا اخوان هي مواد مسرطنه، مواد ضاره. زين المايونيز اللي يحطوه عباره عن شنو؟ الكجب عباره عن شنو؟ الملح عباره عن شنو؟ لا جايش حبه حبه، جايش حبه 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 حبه، امي بتسلم عليك وتقول لك حبه حبه. هاي الصمون اللي حطينا بها هاي وجبنا للهالبنيه الحليه وقلنا لها وكليها. من نجي نطيه السبايرولينا المعروفه النفع الطبيعي وصار لها اكثر من ألف سنه كذا ألف سنه وكل الناس يستخدموها بصيغه غذاء وطبيعي ومعروف الاثر الصحي. زين انا ليش ما حاكمت هذه القوانين ويا الشاورما اللي بها كل المصايب؟ لا لا جايش انا جايش. قصدي انه منتجات دي اكسن اكثر امانا من الشاورما اللي نجيبها لبيوتنا. انا جاي ست انا جاي. لا انا مو انا الموضوع ما دخل بي لان عمودنا نشتت بس اطيها فد يعني هو سقلام. فمنتجاتنا اكثر امانا من 100 منتجات نستخدم باريحيه وجايبيها. واحنا اليوم تقول لي المره جبت لك 10 من برا، يعني انا استعملها الكلام واكون واقفه عندك. اطيش ياها من الاخير انا اطيها الجهال من عمر 7 اشهر. بعد انا يوم من الايام احد الاصدقاء كان عنده يعني شيء بشيء يذكر، كان عنده شقيقه صديقه جدا وهسه ما شاء الله يعني واصل اس اس دي، خابت يسرى يمنى، هو من النوع اللي يخاف خطيه حيل. فقال لي ابو يوسف اسالك سؤال، هو يعرف يعني غلات جهالي عندي، فقال لي شنو اثر المنتجات؟ انا قلت له اعطيه جهالي، قال خلاص انتهى. ثاني يوم راح اخذ منتجات والحمد لله سبحانه وتعالى شفاه من الشقيقه. انا ما ادري الموضوع هذا. نعم تفضل. يعني بفضل الله انا 5 دكاتره سالتهم اقصر يعني. نعم. حتى واحد دكتور بفضل الله نصحوني بيها، حتى عندي ابني عنده حصوه اعطاه علاج، قال لك اخذ بروتاسيس، قال لك كمل العلاج واستمر على البروتاسيس. احنا شوف اخواني منتجاتنا لا تتعارض مع الدواء، والطبيب الحاذق والذكي من ينصح الناس بمنتجاتنا. لكن احنا نعذر الاطباء اخواننا ليش؟ لان الحكم على شيء فرع عن تصوري، الناس اللي ما تعرف منتجاتنا تحكم عليه قياسا على باقي المنتجات. الان بس اريد ابرمج الموضوع واخليه ضمن قوالب واضحه. الان راح ارجع الخص موضوعنا حتى لا نشتت. بدينا ببدايه مهمه جدا، وان كل انسان حتى ينجح لابد ان تكون له خارطه طريق. خارطه طريقنا بالعمل 3 مراحل نمشي بها. المرحله الاولى ايش؟ نحتاج تعلم قبل ان تتكلم، افرغ كاسك، غير نمط تفكيرك، تمام؟ الان برمجت العقل لتقبل فكره المشروع. انتقلت للمرحله الثانيه، المرحله الثانيه ايش؟ هي تعلم المعلومات الاساسيه حتى تنجح في الشركه. كم معلومه نحتاج احنا عندنا؟ علم بالشركه، علم بالنظام، والعلم بالمنتج، ممتاز. زين الان اصبحت عندي عقل مبرمج ومعلومات اساسيه، احتاج الى مهارات حتى اوصل ما عندي من خير للناس. عندي مشروع شمولي متعدد، صح ولا لا؟ نذكرنا الاسلوب الامثل لعرض الفكره لمشروع دي اكسن الشمولي. شمولي ليش شمولي؟ لان في عده فوائد، في صحه، في مال، في سفر ترحال، في 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 في. فاني ما اشترط على الشخص انه ممكن يستفيد منها كلها. يعني اختي تريد تستفاد صحيا على راسي وعلى عيني، استفادي منها وفيدي غيرك. زين انت شنو ضارك اذا استفدت صحيا المنتجات طلعت ببلاش؟ من الزينات. لا بس حيلي قصدي انا واحد من الناس الان ابدا افيد الصحيين، لكن انا حريص افيد الصحيين
وماديا انه منتجات تستفيدي منها صحيا طلعت شي ببلاش. تذكرينها؟ متاكده؟ يعني ما عندي حاليا. بمعنى انه انا خلي افيد صحيا وافيد ماديا ولاحقا تعرفي على مزايا المشروع قد تستفيدي منه ويجذب جزئيه معينه. احنا كثير من النساء ويانا والاخوان ويانا بالبدايه دخلوا صحيا، انا دخلت صحيا ثم تعرفت على بقايا مزايا للشركه. اكو ناس ما كان يدركوا سفره الحال بعدين اهتم لسفره الحال اكثر من بقيه المزايا، فمرور الايام راح يتعرف على مزايا. تمام؟ فخلصنا على انه بعض المهارات تحتاج ان تنجح مع دي اكس ان تكون لك معرض، من ضمنها اسلوب الامثل لعرض الفكره، ليست الاستقطاب، الاستقطاب عباره عن منظومه متكامله. قلت لكم راح انزل محاضره استاذ محمود المصري بالتايتل مال المحاضره، تمام؟ اسلوب الاستقطاب متكامل. الان اتكلم فقط عن الاسلوب الامثل لعرض الفكره. متى تكون اسلوب الامثل لعرض الفكره؟ اسمح لي ابو عبد الله. اعرف رغبه المقابل ابتداء واعرف مزايا المشروع وارى الرغبه المناسبه للمقابل واصيغها بكلام متسلسل. واضح اخواني؟ هذا هو الاسلوب الامثل لعرض الفكره. طيب راح اسال سؤال اختم به. أنا جاي لي رغبة معينة، جاي لي رغبة صحية، لكن أنا كشخص ذكي مستقطب ذكي أعرف فلان محتاج هاي الرغبة لكن عنده رغبات مخفية، هو أجل الصحة بس هو خطيه محتاج المال، يعني بدل ما يذله 100-200 دولار وماكو شيء مرجوع له راجع، شو راح أسوي؟ أغير، أحاول أساعده أنه يتعرف على مزايا المشروع الأخرى. واضح؟ يعني هذا يسمونه رغبات وحاجات، لابد ان نفرق بين الرغبات والحاجات، الرغبه والحاجه، راح اضرب لكم مثال حتى تفرقون بها. استاذ العزيز اسمك بالخير؟ اي نعم. الاستاذ اي نعم. استاذ فيصل. متزوج مو؟ ابو شنو؟ ابو زين عابدين، ابو زين ام زين عابدين دزتك قالت لك جيب لنا طماطم وبصل. طلعت انت شفت لك كفر موبايل عجبك. الحاجه الان ايش؟ طماطم وبصل. بس الرغبه ايش؟ تشتري الكفر وتنسى الطماطم والبصل، كم واحد صايره بيه؟ فلذلك يقول لك الناس تبحث عن رغباتهم وليس حاجاتهم. وياي؟ انا شو اسوي؟ الست جتي الرغبه اوفر لها ما ترغب. بس لاحقا افطنها، ترى اكو امور كيت وكيت وكيت ممكن تستفادين، بمعنى اجاني ابو عبد الله، نرجع لابو عبد الله. ابو عبد الله جاء عنده تساقط بالشعر بس عنده سمنه مفرطه، تمام؟ الان رغبته اجى للشركه لطلب المنتجات ايش؟ زين، اتكلمنا عن الكرش واثار الكرش والكوليسترول وهذا ظهرك ورقبتك، هو ما مهتم لهذا الموضوع، الان مو مهتم لهذا الموضوع، الان رغبته هي تدفعه لطلب منتج، اتكلمنا ايش؟ اخذ ريشي، عفوا اخذ شامبو، اخذ زيت جانو على سبيل المثال يفيدك تساقط شعر، وخذ سبارون كغذاء وقد يساعدك انه يعيد توازن الجسم. مرور الايام استخدم سبارون استفاض صحيا وحس انه اكو نشاط وحيويه، راح نعطيه فوائد سبارولينا. اهميه سبارون بالغذاء. الان تحولت الرغبه الى رغبات اخرى. واضح الفكره؟ اجى ابو عبد الله مستهلك عادي، احوله الى مستهلك حكيم، اخلي منتجات تطلع له مجانيه. اعرف على مزايا المشروع الاخرى. فكإنسان مسوق ذكي وإنسان حريص على أنه يوصل فكرة المشروع الشمولي للناس، يعرف الناس على بقايا المواصفات للمشروع. واضح إخواني؟ أعتذر جدا على الإطالة، وأني فرحان بوجودكم جميعا، وأني ما تعبان، أنتم لا تعبانين عادي. الآن أنا هذه الفكرة أرجو تكون فكرة واضحة، أنه الأسلوب الأمثل لعرض الفكرة هو ليست قالب واحد عبارة عن حمل على ظهرك تريد تلقيه وانتهى الموضوع، عبارة عن معلومات ذكية مناسبة مختصر مفيد للشخص المقابل من خلال إيش؟ تحديد الرغبات. صلى الله يوفقكم جميعا ونراكم في القمة جميعا. الآن أي سؤال خارج الموضوع أنا حاضر. أبو عبد الله انهي انهي البث، انهي البث بس سوي النشر، النشر أحمد سوي بث احمد.